يا مرحبا بكم في كوجينة يسرى. وصفتنا اليوم حاجة تونسية بنينة والناس الكل تحبها. نعرفش كان الناس الكل تاكل الملوخية ولا لا، أما الحاجة المتأكدة اللي أنا نحب الملوخية. أنا باش نعطيكم الوصفة اللي نجدها أنا ديما واللي مستنسة بها واللي تعلمتها على أمي وماماتي. أول حاجة ساعة باش ناخد الملوخية وباش نغربلها. نغربل الملوخية بغربال شعر على خاطر كيكة ما يخلي حتى شيء يتعدى معاها، وتكون متأكدة اللي هي صافية ونظيفة، اي اون بلوس تكون دخلت فيها الهواء باش من بعد كي تخلطها لا تبدا فيها كعابر ولا حتى شيء. توا نكمل الغربل. انا لهنا خذيت 200 غرام ملوخيه. الملوخيه لازم وقت اللي تشريها اول حاجه تعملها ساعه تذوقها وتشوفها حلوه ولا مره، وتشوف اسكو فيها قزه ولا. كان لقيتها مره ولا فيها قزه ننصحك اختي ما غير ما تطيبها، على خاطر زايد باش تخسر معناتها فلوسك والتطيب متاعك. الملوخيه متاعي توا هيك مغربله. توا باش ناخذ طنجره اللي باش نطيب فيها. اول حاجه باش نعملها باش نصب الزيت. هذايا كاس يهز 25 سنتيلتر، معناتها 250 مليلتر زيت. باش ناخذ نخلط بيه معاه الملوخيه متاعي ونشوف اسكو تكفي ولا باش نزيد. قاعد نخلط الملوخيه متاعي معاك الزيت حتى لين ندخلك الزيت فيها كومبليتوم. كيفاش تعرف انت اسكو الزيت متاعك يكفي ولا ما يكفيش؟ لازم الملوخيه الكلها لونها يتبدل والكلها تولي اللون متاعها معناتها مستكحل. انا لقيت روحي توا باش نزيد نص كاس اخر، معناتها كملت على الكاس الكبير هذاك نص كاس اخر متاع زيت، ونخلط وندور على التراكن منا ومنا معناتها من الجناب. لازم الكلها تتبدل معناتها تخلط مليح مليح. الملوخية تتخلط على البارد، ما تتخلطش في السخون، لا في زيت سخون ولا حتى شيء. لازمك تخلط على البارد ومن بعد تحطها على الغاز على نار هادية بالقدا بالقدا. قلش عليك حطيتها على كانون. طيب باش نهز نحط الملوخيه نتاعي على الغاز. انا شنو نحط ريتوهك الصغير هذاك اللي تحت الغاز هذاك نحط عليه باش هي تطيب سله سله، ومعناتها وما تتحرق ليش ولا تبدا النار عليها قويه. وقتاش انا نزيد الماء ساعه؟ اول حاجه ساعه انك قبل ما تبدا تخلط الملوخيه كل شيء تحط ماء يغلي على جنب. لازم الماء يكون سخون لدرجه الغليان. نبدا نخلط فيها توا على نار هاديه حتى لين نرى اول تبقبيقات هذوما اللي تعملهم. ما تخليش الملوخيه على النار برشا ولا تقعد تقلي فيها برشا، راهي كيكة تسيب المراره نتاعها. اي اون بلوس كي تقليها برشا من بعد كي تزيدها الماء تولي لك فيها برشا العابن، معناتها تشد روحها تولي قلش عليها معناتها فيها كل كلاف هكي حاجات معناتها تشد روحها معناتها. ماش كيفاش نفسرها لكم، ماما لازم ما تقليهاش برشا معناتها دوب ما تبدا هكا تعمل شويه تبقبيقات. وقتها تصب الماء بتاعك سخون. الماء لازمك تعبي الطنجره ولا تعبي الكوكوت، نقص شويه بركه للفوق على خاطرها تقعد تطيب بالكدا بالكدا، تقعد تطيب سله سله. الملوخيه راهي ما تطيبش معناتها في نهار، معناتها كما نقولوا تبداها الصباح تلقاها طايبه في الليل، تبداها من الليل غدوه الصباح معناتها تكمل عليها. ما فماش معناتها ملوخيه بالوقت ولا ملوخيه اكسبريس ولا الملوخيه ملوخيه. توا نجيو للحم نتاعنا. تنجم تستعمل حم علوش، تنجم تستعمل حم بقري. انا لا نمش نستعمل علوش. شنو اللفاح اللي باش نحط له؟ باش نحط له الرند، وباش نحط شويه ملح، وباش نحط شويه فلفل زينه، وباش نحط شويه هريسه عربي اكاهو. هذاك شنو باش نحط؟ كان انت باش تستعمل بقري تنجم لهنا تحط التابل، والنا بالطبيعه باش نحط شويه ثوم ما نكثرش. البقري تنجم تحط له اكثر شويه ثوم، ما نحطش بصل. فما ناس تحط مغرفه صغيره طماطم تنجم تحطها، اما راهي كي تعملها بالطماطم راهي ما تصبرش معناتها. نحنا ديما الملوخيه نعملوها ونخبيو منها معناتها في الفريجيدير ولا في الكونجيلاتور كيما تحب، كان بالطماطم راهي ما تصبرش. زدت شويه ماء هنا باش نجم لفاحات الكل نخلطهم مع بعضهم. هذايا توا اللحم باش يقعد ليله كامله في الفريجيدير يشرب، هذيك هي بنته معناتها. تنجم تزيدوا للملوخيه الا ما توصل تشطر النص معناتها اللي في الطنجره باش تيتيب لك ويهبط زبده. انا حطيتها تيب من الليل
هاكا توا قريب خاسك قريب تشطر الوحده باش نسكر عليها. هاكا توا كيفاش لازمها تكون باش نسكر عليها وباش نخليها غدوه الصباح ان شاء الله. نجي نحل عليها من بعد هكاك ما نحل عليها بدرجين ربع ساعه نجي نحط لها اللحم نتاعها ونخليها تطيب هدو هدو حتى لينك اللحم هذاك يهبط زبده والملوخيه نتاعنا لازمها تعرفها انها طابت وقت اللي تقر الزيت على الجناب. ما تسكر على ملوخيتك الا ما تشوف اللي لجناب الزيت معناتها ولا داير سير على الجناب هذيك تعرف اللي هي راهي طايبه وراهي حاضره. احنا ثم حاجه كما نحطهاش في الملوخيه امي ما تاكلهاش معايا اللي هي الطمطومه. امي تحب الطمطومه او انا نحب الطمطومه هكا باش نحط كعبتين باش ما نتعاركوش عليها وفي الاخر نحط قرين فلفل باش يعملك البنه تحب تحطو تحب ما تحطوش انت حره. هذه ملوخيتنا طابت هكا قرت زيتها ما نحكي لكمش على البنه بسم الله ما شاء الله والملوخيه راهي بنينه وشكون ما يحبهاش مع طرف خبز هكا معمول في الدار سخون. انا عملت خبز ان شاء الله تنهبطه لكم مره جايه ان شاء الله. كان عجبتكم الوصفه ما تنساوش الاعجاب وما تنساوش اللايك وابوني كان مازلتوا جدد ونتمنى لكم ان شاء الله نهاركم طيب وسعيد وبسلامه.